إذا نقول للمشاهدين وائل، أنت يا لما ذكي أكيد ومتميز وخارق للعادة نوعا ما، شكون اللي يشرف على كل هذه الأعمال اللي تقوم بها؟ هل أستاذك في الجمعية أم الأب ديالك اللي أكيد كل الصحفيين يتواصلوا مع الأب ديالك؟ شكون اللي أولا الدعم الدائم هو يقدمه للوالد تاعي، خاطر هو اللي يشري البياس، هو اللي يتواصل مع الصحفيين. ثاني الوالدة تاعي ثاني تساعدني، عندي إخوة تاعي، ثاني عندي أستاذ عليلي عبد الباسط هو اللي ثاني علمني كيفاش نخدم السوار، بوساق خير الدين، كان ثاني كان توفيق وكان جناني. يلا نسلموا عليهم كامل يعني بإشراف كل هذه الأساتذة. وائل قل لي، كثير من الباحثين، أنا استضفت الكثير من الباحثين الجزائريين يقولوا لي أنيسة حنا ما نبقاوش في الجزائر لأنه عندنا أبواب مفتوحة في الخارج. يعني وائل هكذا وأنت طفل، على بالي مازالك طفل ومازالت البراءة، ولكن واش تخمم تبقى في الجزائر تزيد تخدمنا؟ انا نحوس نبقى ونبني الجزائر ان شاء الله، باش تولي جزائر جديده. حنا نحوس نتخلصوا من كل هذه الاشياء السلبيه، راح ننشروا طاقه ايجابيه ان شاء الله. وانا نحوس كي نكبر نحوس نفتح مؤسسه ناشئه لصنع اجهزه طبيه لذوي الاحتياجات الخاصه. يعطيك الصحه ما شاء الله. وائل ان شاء الله انا نحوس ذاتيا نلقى الدعم لهنا في الجزائر، خاطرش انا اذا ما لقيتش الدعم في الجزائر راح نضطر الى الذهاب الى الخارج. عندها صحه. انا مضطر اذا ما لقيتش الدعم لهنا راح نضطر نذهب. تروح تسافر. لكن اذا لقيت الدعم يعني ان شاء الله راح نبقى ونبني الجزائر، حتى اذا ذهبت الى الخارج راح نرجع للجزائر ونبقى فيها. شكرا لك.